السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل بنسة في فيديو جديد. اليوم باش نعملو فلوغ باش نمشيو لإكسبوزيسيون متاع تونس لا جورني دلا تونيزي في ستراسبورغ في لا سال دو لا بورس، وباش نوريكم برشا برشا حاجات مزيانين، دونك الارتيزانا، الملابس التقليدية، الكوجينة التونسية، حاجة خارقة العادة. دونك تابعوني لتشوفوا لا سيربريز. Et voilà, donc les jibba tounsiya, c'est la djellaba tounsiya. Voilà, c'est ça, c'est pour les hommes. Hein? Hado ma jilbab, jibba tounsiya, ybsiha rijal. Alors, ma chérie, c'était bon? Je déguste. Bon, là, là. Chouette, c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Oui. Donc, جيب لنا واحدة تترم من هذا البشكوت التونسي. شو اسمه بتونس هذا بتونسي؟ نعم. شو اسمه هذا؟ قرن سفاقسي، قرن سموه كيس وقرن. كيس وقرن ولا كيس سيترون قرن. كيس سيترون مع قرن. فوالا. سفاقسي. سفاقسي حرة جاي من سفاقس. يهود السفاقسيين معروفين عنهم. هذه نعرف هذه، هذه اسمها مقروضة. مقروضة حسب. تنظر كعك الورقة السفاقسي. نعرف نعرف. اللي ماني فيك. وهذا حلو مدام رقيق. مدام رقيق نتاع سفاقسة؟ اه. يا شو محلاه القف؟ شو محلاه القف؟ تقتل ونعملك فيديو هذاك. هذه واحدة نتاع الحنة. هذيك عرفتها نتاع عجمة هم؟ اي. نتاع الحنة. نتاع الحقين ونتاع الحدة. نتاع العروسة. هذا شو انت؟ هذه ارتيزانا دي لا بوتري. ما حلاها الكانون صغير. هذه قفة العروسة. سا معبية. هذه قفة العروسة، قفة العروسة هذه. Histoire jumorée tunisienne, guide tunisien à l'étranger, histoire jumorée tunisienne. Mahlem Touhaf, le service à 30 euros. Ah, Massouk à tunisienne. Ça, c'est intéressant pour le mois de Ramadan. تمر التونسي، زيت زيتونة، فوالا، فوالا، دونك أول مرة عندي برشا برشا ما ذقتش قرنة. قرن غزال هذا، هذا قرن صفاقسي، قرن صفاقسي هذا، قرن صفاقسي، هذا البشكوت الكبير هكا اللي يبيعوه في المارشي في صفاقس، في البلدان التونسية الكل، دوك تشرب مع مع ال مع السيترون، أوكي أوكي أوكي، أون فا ديغوستي، ألوغ. Très bon. Tu as une carte? Tu as une carte pour la vente? Un biche? Bah, alors, bah, le petit slogan, le petit, la petite annonce, le trait de fait. Il y a quelqu'un dans les groupes. Je suis nestale. Dans les groupes sur WhatsApp. Pour la pub. Tu l'as battu? أبعثني أنت شو تحط في الصندوق بتاعي؟ في الواحد لانونس. سي ديفو تونس يا كيكو شوز. هذا اليوم هذا يوم عرس ويوم فرح، دونك نهار تونس، دونك نعرف التقاليد التونسية بستراسبورغ، وحاجات حلوة على الآخر، دونك باش نشوفهم مع بعضنا. دونك هذا مريول فاديلا. Donc ça, c'est un manet maroul khas, c'est vraiment une tradition taqalid tunisien. Hadi le souri tarza bzeb la btil, yani khit dhahbi. Voilà.
هذا الفرق نسميه الفرق المناكش نحاوي روبا ترزة بالتل والكانتيل العدس والكانتيل شكون يحب يعرس دونك هذه البقلاوة التونسية هذه بقلاوة جاية من صفاقس عطينا مقرآن البقلاوة صفاقسية بقلاوة صفاقسية مدام رقيق عندنا خمس ودرا خمسية ودرا غريبة نكتب انرو بيس انرو لبيس هذو ما لي دو انرو 50 لي دو وهذو ما 50 سنتيم العربي لي تراديسيونيل 50 سنتيم كي تقعد هكا تتفصل لك انت تموت على الكوميرس خليها انت باش نصورك خليها تربي برا قلت مش صورك برا ارحم يا روحي تموت على الكوميرس انت يا تموت انا تي تري فور طون كوميرس في التجاره بابا تصور فيك شخصيه راكا بس نحب سي النيفو العلمي نحب لي كادر انا ولادي ان شاء الله الحمد لله وزوجي الله يرحمه يعني بالعكس اوكي نحب دائما نجمع بين الاثنين بيان سيغ انه المراه التونسيه تعمل كل شيء حارب سي كومباتونت المراه التونسيه انت استاذه فرنسيه ولا شيء استاذه فرنسيه انت فاطمه استاذه مات فيزيك مريم كملت التيز نتاعها نتاع سانكيم اني كونتابيتي نور تروازيم اني طب هذيك واو وعندي احمد ما شاء الله ولا بريفات ويجي ولدي ما شاء الله وما يسمى الصغيره هذه بنتي ما شاء الله شفت البوتيت اللي زين تروبيل وي صور هاكا عايشه معي محليه محليه هاي الكبيره والصغيره هنا الكبيره والصغيره تبارك الله عندك اربع بنات ولد اربع بنات ولد بسم الله عليك هيك ديبا بيت معروف معروف دي فوخت لا ما شاء الله في ناس يعني عندهم ماهية الفهم السريع اي بالحق اي ما عند ربي الحمد لله عطاء من عند ربي قولي اكيد ما عندوش مثلا ماهية شد المعلومة بسرعة عنده ماهية الايد عنده ماهية اليد بالحق ولا ما عندوش بكل ماهية العقل في اليد ولي ما عندوش يحاول يكسر نعاونوه والحمد لله الحمد لله هذه الغريبة بتاع الحمص ايوه عملنا كيما تحب بصفه بصفه انت عملتها ولا شريتها من البلاد من صفاقس من صفاقس اوكي هاو كان لوطه الحمصه شفتوا اليوم نهار صفاقس اليوم الزرقاء نتاعك ولا نتاع بنيتك Ça sent bon, le coussin de la Arès. Hey, t'as Arès.
Oui, non, mais elle a pris Elle a pris quoi? Non. Comment le verrez? Les chéris, c'est madame Béna. Ok, heureusement. Hey. مازلت كي كملت من الاكسبوزيسيون من المعرض هذا نتاع تونس والارتيزانا والتقاليد التونسيه توا والله شنموت بتعب نهار سخون سخون على الاخر اون بلوس على الانتيريور في الداخل الدنيا سخونه زاده حسيلو لي كوستيم الكساوي عجبوهم برشا سي فريمون الارتيزانا التونسيه سي ان فري بيجو سي فريمون حاجه لازم نحافظوا عليها اسمو حاجه فريمون تقاليدنا نحافظوا عليها و il faut aussi la transmettre aux jeunes خاطر سي امبورطون سي حاجه هامه على الاخر باش تخلي الجيل الجديد يعرف يعني يعرف يطرز يعرف يعمل لابوتري يعني هذه الاعمال التقليديه حاجه خارقه العاده ولازم نحافظ عليها ولازمنا نعرف كيفاش نوصلها للاجيال الجديده باش تكون هي يعني هي المواصله وهي المواصله لهذا التراث التراث اللي يلزمو نحافظوا عليه ويلزمو فريمون ان تراث معناه تري ريش معناه كله غني جدا غني جدا وخلاق جدا ولا تم خليكم كيما تشوفوا خليكم تاخذوا فكره على ستراسبورغ ولا Donc là, on est, je suis juste au parking. Et là, en face, c'est la place de la bourse. Donc, Vika, m'qablitni le salle de la bourse. Et là, on a fait l'exposition.